بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت بارك الله فيكم عن صيام 6 من شوال قبل أيام القضاء، هل هذا يجوز أو لا يجوز للرجال وللنساء؟ المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس أن تصام 6 من شوال ويؤخر القضاء، ولذلك وهذا لأن من قواعد الأصول أن النفل المضيق يقدم على الفرض الموسع، فالنفل هنا وقته مضيق والفرض وقته موسع بدليل قول الله عز وجل فعدة من أيام أخر، أي أيام ممتدة متطاولة إلى نهاية السنة إلى شهر رمضان المقبل في العام القادم. فعلى ذلك فيجوز للإنسان أن يصوم 6 من شوال ويؤخر القضاء، ولا مانع من ذلك. فإن قيل بأن من صام 6 من شوال وقد عليه أيام قضاء فإنه لا ينال الأجر، نقول هذا الكلام غير وارد، لأن من أفطر لعذر فإنه كأنه صام، الذي يفطر لعذر فإنه كأنه صام بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب ما كان يعمل سليما مقيما، فيكون بذلك قد صام رمضان، وإنما يبقى عليه في الذمة أن يأتي بأيام القضاء التي فاته أن يقضيها في بقية أيام العام. أيضا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته، ومن زوجاته عائشة رضي الله تعالى عنها أرضاها وأرضاها، وعائشة رضي الله عنها تقول عن نفسها ما كنت أقضي رمضان إلا في شهر شعبان لمكانتها من النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يعقل أن عائشة رضي الله عنها لم تكن تصوم أيام النفل في بقية أيام السنة، بمعنى أنها لا تصوم عرفة ولا تصوم يوم عاشوراء ولا بقية الأيام التي حث الشارع على صيامها؟ هذا بعيد عن مثل عائشة رضي الله عنها وهي ناسكة متعبدة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك لا حرج على المرأة أن تصوم 6 من شوال وتؤخر أيام القضاء. أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينظر إليها بعين الشرع والحكمة أن المرأة عندما يكون عليها أيام قضاء طويلة فإنها تحرم من هذه الفضيلة، فكيف يقال بأن صوم القضاء 15 يوم أو صوم القضاء 20 يوما ثم بعد ذلك تأتي بست من شوال؟ فكثير من النساء بهذا القول ربما يعزفن عن نيل فضيلة صيام 6 من شوال بعذر أنه يشق عليهن أن يصمن القضاء ثم يلحقن القضاء بالنافلة. فالأولى فالصحيح أن يقال بأنه لا بأس أن تصوم 6 من شوال ثم تؤخر أيام القضاء متى شاءت إلى أن يأتي رمضان المقبل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.